المشاهدون نحن في منتجع في واينات، نحن الآن ندخل إلى داخل الغرفة وفيها تسئيلات عديدة حيث نتمتع لكل من يزور هنا. هذه المناظر الخلابة الراهية الجميلة، نحن الآن نذهب لنرى مشاهدة الخلابة التي فيها الأشجار كثيرة مثل أشجار من النارجيل وأشجار البرتقال، وكذلك نرى من العصافير المحلية والمهاجرة التي تسكن هنا أي في هذه الهابات الكثيفة. هذه الأشجار وهذه الخضراء كلها من طبيعتها الأصلية، حيث نتمتع شعر الأصل هنا مع عائلته مع مشاهدة هذه المناظر كلها. هذه منتجة فيها تفعيلات عديدة مثل مسأد ومسبغ وكذلك الملعب للأطفال وكذلك كثير من التسئيلات نحن نتمتع هناك. هذه الغرفة التي تتضمن تسئيلات أخرى مثل التلفزيون لمشاهدة الأخبار الخارجية والداخلية. الآن نرى هذا السرير المزدوج نحن نتمتع فيها خاصة لشعر الأصل. هذا الغرفة، هذه الباب الذي نرى مشاهدة إلى الخارج، هذا الكرسي والمقعد حيث نجلس هنا ونظر إلى الخارج، وكذلك كلها من تسئيلات الفاخرة العالية في منطقة واينات. نحن الآن ندخل إلى الحمام الفاخرة حيث نرى فيها تسئيلات عديدة التي تتميز وتختلف من منتجعات أخرى في منطقة واينات. هذه تسئيلات كلها للسياحين، هذه تسئيلات تتميز من منتجعات أخرى لا شك فيها ولا ريب في هذه البيانات. أيها المشاهدون الكرام، مع السلامة.